السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. غادي نبقاو إن شاء الله دائما نحط لكم الجديد من دابا حتى شهر رمضان إن شاء الله. غادي نبقاو كل فيديو غادي تشوفوا فيه الجديد، يعني موديلات دايرينهم جداد للبيع جلالب، وكاين حتى قفاطن والتكاشط. عندنا هذا أول موديل غادي نبداو به، هذه جلابة بالتوب ديال التليجة، توب ديال الكريب تحتاني في الجلابة، توب ديال الكريب والفوقاني بالتوب ديال التليجة، خدمة كما كتشوفوا طرزة باقة جديدة. دخلنا معاه هاد الطرز الرباطي، درنا فيه العقيق، دخلنا معاه حتى هاد التعصاب، هذا كيتخدم بالليد، والشبيكات كما العادة حتى هما راه كيتخدموا بالليد. يعني موديل راقي ورائع ديال هاد الجلابه دو بياس بالتوب ديال التليجه. الكريب راه كنديرو كريب كاليتي مزيانه، كريب دوس وحرير، وكاينين حتى الطرزات، حتى الطرزات كاينين في الكمام، دايرينهم حتى في الكمام، كيجي فيهم على هاد الشكل هذا ديال التشنيف، كيجيو حتى هما بالطريزات. يعني خدمه فيها كلها راقيه ورائعه، ويعني جلابه جلابه هماويه ديال الحضور مناسبات، خدمه فيها راقيه ورائعه ديال هاد الطرز الرباطي من بتاب العقيق. يعني جلابه لابسه جلابه، يعني عارفه اش لابسه، يعني جلابه راه كلها مخدومه، يعني فيها ده الطرز الرباطي داخل معها التعصاب، يعني خدمه فيها راقيه ورائعه. هاد الجلابه هادي راه للبيع. تبعي معنا الفيديو، غادي ندوزو للعبار ديال الجلابه. الا كان كيناسبك هاد العبار هذا غتواصلي معنا في الواتساب، غتصيفط لنا الموديل وغادي نقول لك ان شاء الله تعطينا المعلومات ديالك باش نرسلوها لك. الارسال راه كاين داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار، سواء كنتي في المغرب يعني راه من طنجه حتى للقويره، فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار، او خارج المغرب يعني راه كتوصلك السلعه حتى للدار. يعني كنتعامل مع الشركه ديال في دي اكس، يعني هما راه كيجيبوها لك حتى للدار فين ما كنتي، يعني كتوصلك السلعه. كما قلنا الارسال داخل وخارج المغرب. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب. هنا راه كاين عندنا حتى اللوان، اللوينات ديال هاد التليجه هادي، كاين هاد التليجه عندنا دايرينها سامبل في الفوقاني كما هادي فيها اللوان، وكاين حتى التليجه اللي فيها اللوان مزوقه، حتى ان شاء الله راه غادي نشاركوها معكم. غادي ندوزو ان شاء الله للعبار ديال الجلابه هادي. إذا كان العبار كيناسبك تواصلي معنا في الواتساب، إرسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب. يعني جلابة إلا بغيتي تحيدي مثلا مكانتش عندك شي مناسبة، غتلبسي غير جلابة بوحدها، يعني راه كتلبسي جلابة بوحدها. توب راه كاليتي مزيانة، توب ديال الكريب كاليتي مزيان. غادي ندوزو دابا للعبار ديال الجلابة. بالنسبة للكتاف، الكتاف عندنا 41، عندنا في الطول ديالكم، الطول ديالكم عندنا 59، وعندنا في الصدر، الصدر عندنا 31، وعندنا في ليهونش الدورة ديال الحوض عندنا 33. بالنسبة للطول، الطول عندنا مترو، الطول راه كيتزاد وكيتنقص، الطول عندنا مترو و34، يمكن يتزاد توصل مترو 38 او 39، يمكن تزيدي فيها او تنقصي منها. التوب ديالها كريب دوس وحرير، خدمه فيها كما كتشوفوا خدمه راقيه، كميمات حتى هما مطروزين بالطرز الرباطي، فيها خدمه ديال التعصاب، خدمه ديال الليد، خياطه ديال بالماكينه وتعصاب كله كيتخدم بالليد. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. بالنسبه للناس ديال الفيسبوك، ما تنساوش تطاقيو الاصدقاء ديالكم في الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب جروبات. ما تنساوش تخليو لنا تعليق.
كما كتشوفوا الجلابه غير بوحدها، الا بغيت تلبسيها غير بوحدها يعني راه تلبسيها بوحدها. لوينات وحتى الخدمه يعني جات راقيه فيها، يعني جلابه هماويه ورائعه، الخدمه فيها راقيه. يعني تقريبا اول مره كنستعملوا هاد التعصاب هذا في الجلابه، يعني راه مدخلينه حتى في التكاشت، غادي نشاركه معكم ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب يعني الجروبات. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.